أهلا بكل المشتركين والمتابعين لقناة على اليوتيوب الياس مرجية أوفيشال بيج. حلقة جديدة من الفن بودكاست، وهالمرة عن مصطلح موسيقي فني نسمعه كتير، وكل حدا منا بينسبه لمكان. ناس بتقول الأصل من بلاد فارس، وناس بتقول أصله من الأندلس، وناس بتقول من بلاد الشام. عم نحكي عن الموشحات. اخترت نتشارك بالحديث عن موشح مل الكسات وسآني من كلمات أحمد عاشور سليمان وألحان محمد عثمان كملحن أصلي. بداية ونهاية الموشح من مقام الرست، أما في داخله ارتجالات على المقامات مثل السيكا والبياتي وغيرهن. أما الإيقاع فهو سماعي ثقيل 8/10. وبحسب المصادر منلاقي أنه أول من غنى مل الكسات وسآني كان المطرب عبدو الحمولي، مطرب مصري مجدد في الموسيقى العربية. وقبل ما نغوص في تحليل النغمات والأصوات في هذا الموشح اللي رح نسمعه بصوت المطرب التونسي نعمة، تعالوا نرجع لأصل كلمة موشح. بحسب مصادر لباحثين ومؤرخين، فكلمة موشح بتعود لللفظ السرياني مشحطة، بمعنى إيقاع أو ترتيل من المزامير في الكتاب المقدس. بلشت في المشرق العربي وتأثرت بشدة في الموسيقى الكنسية السريانية. ونرجع لموشح مل الكسات وسآني، رح نسمعه ونشاهده بنسخة مصورة بصوت نعمة التونسية. مهم أذكر أنه كان في عدد كبير من النسخ بالأرشيف السمعي والبصري لهذا الموشح بالذات، وكمان من أبرزهن نسخة ليلى مراد من فيلم عنبر بحضور محمد عبد الوهاب. وبصراحة في سؤال خطر لي، وبالذات الملحن الراحل محمد عثمان اللي هو الملحن الأصلي لهذا الموشح، هل لحن الموشح انعمل ليأدوه فقط أصوات رجالية؟ الجواب بآخر الفيديو، خليكم على السمع. شاهدنا مقطع من موشح مل الكسات وسآني بالأداء الصوتي للفنانة نعمة التونسية اللي استضافت في بيتها سهرة تلفزيونية وجمعت فيها عدد من العازفين. وركزوا معي على الكورس، منلاحظ أنه دور مجموعة الكورس في مقاطع معينة بالموشح في مشكلة عند أصوات الرجال بالتحديد. وليش؟ لأنه رفعوا طبقة الصوت لدرجة المي بيمول وصارت راست مي بيمول، وهون رح نلاقي الصعوبة اللي حكيت عنها بأداء صوت مجموعة الكورس الرجالي. المساحة الصوتية في الموشح بتمتد ل 13 درجة صوتية، واللي بخلي المساحة الصوتية توصل للحد الأقصى للإمكانيات الصوتية الطبيعية لمجموعة كورس الرجال. طيب السؤال، كيف قدروا يتغلبوا على المشكلة؟ كان في حل، وهو لما المجموعة بتوصل لأعلى الأصوات الحادة واللي هي خارج المجال الصوتي الطبيعي للرجال، كانوا يوقفوا غناء ويعطوا مجال للصوت النسائي والموسيقى ترافقهم، ويرجعوا بس تبلش الدرجة الصوتية تنخفض. وهذا كان حل حتى يتفادوا موضوع حدة الصوت في الدرجات العالية. طيب حبيت أحكي أنه في اعتقادي التسجيل اللي شفناه واللي سمعناه من بيت المطربة نعمة التونسية كان مناسب لتقديم هذا النوع من التراث، بالذات لما بنحكي عن الموشحات، كأنه المجموعة بصهرة عائلية. والحلو أنه في التسجيل الكل بشارك. متذكرين حكيت هيك في البداية عن بصمة موسيقار الأجيال في موشح مل الكسات وسآني؟ وظل أنه نسأل شو كان دور محمد عبد الوهاب بإشرافه على تسجيل ليلى مراد لهذا الموشح بفيلم عنبر. ومثل العادي وقبل الختام، سؤال لإلكو لمشتركين متابعين لإلي ومشاهديني طبعا، بعد ما سمعنا 3 نسخ من أداء هذا الموشح، هل عن جد الموشح معمول لأداء الأصوات الرجالية بس حسب رغبة الملحن محمد عثمان أو المطربة نعمة أو ليلى مراد طبعا
كسروا القالب. المجال مفتوح للنقاش وللجميع، وعليكم بس بالتعليقات. كنت معاكم الياس مرجي بإعداد وتقديم هذا المحتوى من الفن بودكاست.